ها تعال كاظم، شو الوضع؟ لقيت محلين مناسبين مثل ما طلبتهم، كبار وسعرهم كتير مناسب. ايه روح هلا احكي مع سيد جواهر لكان، اذا معتمد بناخذ لها واحدة من الدكانتين، واذا ما بدها منظبط لها دكانتها القديمة، والا لا تاكل هم، انا رح ادفع كل المصاريف. بتكون بالمشفى هلا، سأل اي حدا بيدلوك عليها. تكرم. لحظة وقف. ليك شو عم يحكوا؟ مرحبا. ايه مريم اذا اجت لهون هي ما بيصفالها اي محل بالبيت، يعني ما بتعرفي؟ لهيك عم تنق فوق راس الزلمة. امشي. اغا بدنا نروح معك. نحن منمون على مريم، ما بتخجلنا، منخليها تجي معنا. خرسي انتي وياها، عم نحكي كلمتين انتو ما لكم علاقة. وانت شو حشرك وليه؟ هالبنت انا مربيتها، انا مرت اخوها الاولى وانا اللي رافقتها مثل بنتي، انت شو بتكوني إلها؟ ليك اغا، اختك مريم طلعت من هالبيت هرباني، هالمرة بدها تطلع من بيت اخوها بالفستان والطرحة. بدك العالم يحكوا ويقولوا ما لا حدا؟ ما بدي حدا يحكي يا اغا. يلا بلال اغا، خلينا نروح نجيب البنت عبيتها. خديجة لا تحجي، انفك بشي ما بخفي. خلاص بدي وياها، اسكتوا، بكفي، نلعوا من خلقتي، نلعوا، راسي ما عاد يتحمل حدا منكم، خلوني دوسنا بعقلي على كيفي. انت كيف بتقبل اختك تبقى ببيت زلمي غريبة؟ اذا بدهم اياها يجوا يطلبوها من هون من عند بيت اخوها. البنت مانا مقطوعة، ما بيصير، مانا حلوة بحقك، هالشي عيب. بدك العالم يقولوا كبيناها على هالحالة؟ ايه لازم تجيبها لمريم لهون يا اغا، اذا بتطلع عروس بتطلع من هون. بكفي بكفي بقى، بكفي، فوتوا لجوا، فوتوا، بنقلعوا من خلقتي. يلا يلا اختي قومي خليني وصلك. عمر رايح معنا؟ لا انا برجع بعدين وباخده على الضيعة، بيقعد له يومين وبيروق هنيك. اه لقيت لك وحده تساعدك بالبيت، دلتني عليها ممرضه هون وبتنام عندك تتسلي انت وياها. رح تيجي لعندك المساء؟ ها جواهر هي اللي دبرت كل هالشي يا حسن. ما جواهر شو علاقتها؟ نفذت اللي طلبه عمر، ما بده اياك تضلي لحالك، طلب مني دبر لك وحده تساعدك، سالت الممرضه ودلتني. بدك تضلي بالقصر لحالك؟ شو صاير لك يا اختي، مانك مصدقتيني ولا شو؟ لا تواخذني حسن، من قهري ماني عارفاني شو عم بحكي. هذا الشيء اللي وصل عمر لهالحاله، تعلمي تضبي لسانك شوي يا فاطمه. يلا هاتي الولد. حسن خليني اشوف عمر قبل ما اروح. لا هالشي ما بيصير ابدا، عمر ما بده يتطلع بوشك، اتركيه بيطيب لحاله، الزلمه طقه في وزاته فاطمه. شو انتي ما عم تفهمي؟ بالزور لحتى هدينا، شو بدك تجنني للزلمه؟ حسن اختل الممرضه يلمز قبلت تشتغل ولا لا؟ ايه قبلت، وافقت تشتغل، وافقت. يسلموا ايديكي، دبرتينا واحدة بسرعة. ليش زعلت هاي شبا؟ يلا انت ما تهتمي، يعطيك العافية. المنيحة ما بتبين معه. فاطمة يلا خلينا نمشي. Thank you.
الله يا سيدي. إذا عزيزي عليك إن شاء الله أفضل وسيبك ما عرفت شو ولا رح تظبطوا امورهم باين عليه بده يوصل. انت شو عملتي بحالك بهالساعة؟ انا بلعبك بعدين ان شاء الله ما بيطلع. قلت بغير موديلي شوي. وين اشار بيك غطي راسك؟ هلا بيمرق حدا بنعرفه. حاجتك دخيلك خليهم يشوفوني. لا يا سيدي ما غش بس انت اللي فكرت لي مزاجي والله. ما بتنترك لحالة. هديلي حالك شوي شو صار يعني؟ طبعا يلا ما فيني زعلي. يا الله شو طالع حلوة بتجنني. شو اشتريتي؟ يو مو هلا خلينا نروح انا جعت كتير. طيب يلا نمشي نحن بنشوف مصلحتنا بس ان شاء الله تكوني رضياني. والله على شو عم هدول المصاري دفعهم مصطفى مشان حرق الدكان. مين دفعهم؟ أخذهم مالك آغا من مصاري مصطفى اللي حط إيده عليهم. هدول تعويض عن حريق الدكان. قديش بيطلعوا هدول؟ 500,000. الآل برأيك؟ هدول كتار؟ ما بستحق كل هالمبلغ. أضرار المحل بتطلع كتير كبيرة يا جواهر خانم. حريق المحل عطلك كتير عن شغلك. إلك فترة ما عم تشتغلي أي شيء، مو ذنبك. مالك آغا هو اللي قدر لهم هالتعويض. عم يقترح عليكي نظبط لك هالمحل، وإذا ما بدك بنشوف غير محل. شفت لك محل منيح بتشوفي؟ إذا عجبك دغري بناخد لك إياه. أخي كاظم كأني عم بحلم والله. ودخت شوي ما عم صدق. متأكد إنه هالمصاري مو من عند مالك آغا؟ احكي. لا طبعاً. هالمصاري دفعوها تعويض. هن انحرقوا الدكان وهن دفعوا المصاري. ايه طبعا بس اذا بدهم يدفعوا هيك مبلغ خليهم يحرقوها مره تانية. من اجل شغله الدكان ما لنا مضطرين كتير عليها. في شغله براسي بدي احكيها مع الاغا قل له هالشي. طيب لا تفضحينا اسمه أريدس. يلا كلي وانت ساكتة العالم عم يطلعوا علينا. ايه وانا شلون بدي اكله؟ تاكليه مثل العالم. هاتي لعلمك هاتي هاتي. شوف كيف عم بفصص لي وانت تاركني بحالي. يلا كلي انا خرجت الله لايما فصصت لك يا مالك اي حجة هلا. افتحي تمك لا كتير طيب. يا انا بيجي لهوني على طول بس من شان فضي دموعي. شفتي شلون طعمه؟ معك الواحد مريم شفتي. يلا امسكي الشوكه بايدك اليسار هون مو مثل البيت ماشي. تفضلي. يسلم. طيب لك ايه تفضل شي لك. لا شي صغير مالك بس غالي شوي ولا يهمك. I'm sorry.